احييكم من صوت بيروت انترناشونال وعبر صفحه بيروت سيتي على الفيسبوك، وننطلق بحلقه من برنامج سؤال محرج. ضيفي لهذه الحلقه المحامي الاستاذ والمحلل والكاتب السياسي جوزيف ابو فاضل. مساء الخير استاذ جوزيف، اهلا وسهلا فيك. مساء النور استاذ طوني. ببرنامج سؤال محرج سننطلق بالفقره الاولى وهي سؤال محرج في الشخصي. الجميع يتكلم عن خلاف بينك وبين شقيقك الإعلامي سيمو أبو فاضل. أين تقف والدتك من هذا الخلاف بينك وبين شقيقك؟ هي تقف في الوسط دائما، وأنا ما عندي خلاف أنا وياه، خلاف بالأفكار أمور السياسية حتى على البيت ما كنتوا تجوا بذات الوقت، يعني كان لما يكون سيمو موجود عند الوالدة كنت أنت ما تجي، ولما أنت تكون سيمو ما يجي. أنا بحكيك صراحة، أنا بحكيك صراحة، لا انا معروف زلمه صريح، قال لك لا في اوقات ما رحت بالمره عند الوالده، في سنين ما رحت عند الوالده لانه كنت اخذي موقف مع سيمون ضدك. فلذلك انا هلا. طيب ليش اخذت موقف مع سيمون ضدك؟ ما هي سيمون عايشين هنا وياه بفرد بيت، هو فوق ايه؟ انا ببيروت ساكن. طيب شو سبب الزعل؟ سياسي؟ زعل سياسي. ايه. سياسي 100%. مليون بالمية. هل السياسي هالقد فرقت ببيوتنا؟ انا وقت اجى يفتحوا مكتب الطيار عنا بضيعتي بنهباي، هاي بيقولوا لي الضيعه تحت الله بسنتين، انا اللي رحبت وانا اللي حكيت وانا اللي وقت طلع فخامه الرئيس انا استقبلته وعملت خطاب وعملت كل شيء وكذا، اكيد هي هو كان بالميله الاخرى خيي سيمون، وانا سيمون قوت؟ كان ما 14 اذار 14. ما كانش بعد فيه، كان في 8 و14 ايه 14 ايه. انت كنت 8 ايه صحيح، وانا لازلت بخط 8، لازلت بخط المقاومه والممانعه، انا اؤيد جيش الشعب. اليوم العلاقه وين صارت؟ علاقه منيحه، بشوفه بشوفني بشوفه عن الوالي بنلتقى، هذا اهم شيء. الحمد لله ما في شيء. انتوا اكثر من شابين؟ نحن اربع شباب وبنتين. اربع شباب وبنتين، نعم. الباقيين وين من عندي خي بروفيسور بامريكا بهندسه البيئه. وين علاقته معك؟ كثير انا وياه صحبي، يعني اكثر شيء صحبي انا وياه. طيب ليه ما تدخلوا حلوا هالخلاف؟ اجا اجا مرتين ثلاثه ايه؟ يحل الخلاف، ما كان ينحل خلاف سياسي، كان فيك يعني ما يعني انا اذا بقول لك ايام هل يعني هل معقول فضلت السياسي ايه؟ على 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 خيك من لحمك ودمك؟ يعني والسؤال نفسه يسال لسيمون، يعني اكيد ايه 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 للاسف ايه للاسف ايه، يعني بحكيك صراحة أنا فضل أنا مسيس من أنا وصغير. المهم هلا رجعت الأمور إلى ما هي عادية الأمور إيه ما عادية. في شيء أنا ما في شيء بينه يعني ما 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 بكن لحدا. والوالدة راضية عليكم؟ أكيد الحمد لله. الحمد لله نحن بدنا رضاها. نصل إلى اختيار محرج. تفضل. أول صورة سماحة السيد حسن نصر الله الشيخ بشير الجميل، من الأفضل للبنان؟ بدك تختار واحد من بين. هلا الشيخ بشير استشهد. عم نحكي ما في الشيخ بشير استشهد. أوكي أوكي، بس عم نحكي بالنسبة لجوزيف أبو فاضل، يعني بالنسبة لجوزيف أبو فاضل ما في، يعني لو بعده طيب بقدر أنا يعني لا تصح المقارنة، أنا محامي جزء وبعرف لا تصح المقارنة. مين بتحب أكثر؟ لا علاقتي بالشيخ بشير مباشرة كانت، وعلقتي فيه يعني وقت كان شاب وكبر وكبرنا معه. لا سمعت السيد لا ما بعرف، سمعت السيد ما بعرف. من خدم لبنان أكثر؟ كل واحد خدم لبنان على طريقته، وجمعنا الشيخ بشير تحت وقت عمل رئيس جمع في كاس بيقول ونبقى حامله كاس شامبان، قال لك بتروحوا عمك تروحوا وتفوتوا على مناطق فيها شهداء فيها تمثال، هذا لكمال جملاط هذا لفلان، ممنوع تمدوا ايدكم على شيء، كل واحد استشهد على طريقته من اجل لبنان، ممنوع. نحن مقاومه لبنانيه، نحن بدنا نعمل دوله، بدنا نوقف هذه القتل. لو بشير جميل من بعد اليوم من بعد اليوم نقتل ونزل تحت الحفه خلصت، بدنا نروح على القضاء. عم بقول لك حرفيا شو قالنا بالاجتماع. لو بشير جميل الشيخ بشير جميل اليوم على قيد الحياه، برايك هل كان راض على ما يقوم به السيد حسن نصر الله اليوم في لبنان؟ اكيد لا. لا اكيد لا. ليه؟ لانه هو ضد هالسياسه، ضد هالسياسه بالكل كليا. شيخ بشير ما بيع يعني ما كان شيخ بشير ممكن يمشي مع روسيا ممكن يمشي مع سوريا، بس انه حدا يحكمه
يجي فوق راسه بالبلد ما بيقبل. السؤال اليوم، هناك من يتهم الشيخ بشير جميل بانه عميل اسرائيلي. لا, لا, لا عم اقول هناك من يتهم. اوكي طيب اليوم نحن انا برد على هو اسمح لي تفضل برد على هو بقول له لو عميل ما بيموت، لانه بعلم الاستخبارات هناك العميل الذي لا يمكن الاستغناء عنه، عايزينه منه عميل بركي بطلوا عايزينه. لا ما فيهم رئيس جمهورية اختيار اخر. السيد حسن نصر الله الرئيس نبيه بري، من الافضل او الاقرب او الافضل بالنسبه لجوزيف؟ الافضل اثنيناتهم مهمين، يعني الثنائي الشيعي اليوم اللي هو متحكم بزمام الامور بلبنان، ولكن انت من تفضل؟ هلا سمحت السيد حسن نصر الله هو مرجع ديني شئنا ام ابينا، ورئيس اكبر حزب، وهو اليوم اذا في مقاومه بالعالم في مقاومه. يعني انا مش عم ببرر، انا عم بقول لك جوزيف ابو فاضل. نعم حطيت لك شخصيتين، بدي منك تختار بالنسبه لك من الافضل. وبالنسبه للرئيس بري، دوله الرئيس نبيه بري هو شخصيه انا مقربه وبعرفه لإله، انا قريب يعني بعرف الرئيس بري، لكن انا يعني افتخر انه عندنا شخص مثل سماحه السيد حسن نصر. من تختار؟ ما في يقول من بدي. لا بدك تختار. ما في اختار. بدك تختار. ما في. ما في. ليه؟ ما بقدر. ليه؟ ما بقدر اختار. ليش ما بتقدر؟ لانه انت كجوزيف ابو فاضل من تختار بين الرئيس بري وبين السيد حسن؟ انا بتربطني معرفه وطيده بغض النظر بدولة الرئيس نبيه بري، لكن لا عندي ما عندي معلومات. طيب ما عندي صداقه يعني او معرفه. من تختار؟ بسماحه السيد. من تختار؟ لا اختار الاثنين معا. ما فيك تختار. والله العظيم ما فيك. بنفس القوه. لك ما فيك. انا عم تختار من خلفيه انه ما بدك تزعل حدا منك. لا 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 مش هيك. القصه مش هيك. القصه ابدا انا ما عندي مشكله، يعني انا الحزب صديقي. انت وكل جرأتك وبتقول امور مثل ما انا مش قادر تختار بين الشخصين؟ نقي لي مسيحيه بختار، بس شيعه اثنين اصحابي واثنين انا وياهم بعد رحالي انا يعني هودي ظهر لإلي، وانا مقاومين اثنيناتهم، ما في اختار بين واحد والثاني. الكاريزما اللي عنده هي الرئيس بري غير اللي عنده هي سماحه السيد حسن نصر الله، كل واحد ما بقدر اختار بيناتهم والله صدقا. بس ما حدا رح يصدقك هلا من لا لا بيعرفوا العالم بيعرفوا. ما حدا رح يصدقك، كله عم بيقول انه انت يعني قل لي كيف؟ ما بحب اقولها لك. بلا قولها. لا ما بحب اقولها. لا ليش ما بتقولها؟ ما بحب اقولها. لا بدك تختار. لا انا ما في. نقي لي حدا. ما في اختار، بختاروا اثنيناتهم. والله العظيم ما بقدر اختار، انا اول مره عن جد سؤال عن جد انا بحلقه اسمها سؤال معرج فعلا انا اصب بالاحراج. هيدا هيدا السؤال تربطني عليه بالاحراج واسئله اهم بكثير ما خرجت فيها. لا بس بالنسبه للشخصين المقابله دوله الرئيس نبيه بري وسمحت المرجع الامين العام سيد حسن نصر الله اثنيناتهم ممتازين، واحد على مستوى اقليمي وعربي ودولي، واحد على مستوى دولي ومحلي. انا اكيد يعني انا صديق للرئيس بري. اختيار اخر. عم بنشوف مشاهد لتسليم القوات اللبنانيه لاسلحه، انت مع تسليم سلاح القوات اللبنانيه او مع عدم تسليم سلاح القوات اللبنانيه؟ انا مع تسليح المسيحيين بلبنان، يبقى سلاحهم معهم. اكبر غلطه عملها الدكتور جعجع هو تسليم السلاح لالهم، من بعد تسليم السلاح بفتره صغيره اخذوه ووقفوا 11 سنه. تسليم السلاح يعني عم سلمهم راسك لمين؟ لناس بده يقشوا لك راسك كل حياتك. طيب بس نحن ب 14 شباط نخاض معركه بلبنان اسمها توحيد البندقيه، خاض العماد ميشيل عون، وهي لنزع سلاح القوات اللبنانيه او دمجه بالجيش اللبناني. نعم انتم خطكم السياسي من كان يدعو الى نزع سلاح القوات اللبنانيه، اليوم ليش عم بتقولوا ما كان لازم سمير جعجع يسلم؟ نحن ضد كان التسليم، انا كنت نزلت شفتهم بانطلياس انه مرئين. ايه كان انا وكذا شاب، نحن صرنا يعني دم وعيوننا، يعني نحن كلها المدفعيه والدبابات عم بزقوا. طيب شو بدك بالسلاح اليوم؟ لا. يعني شو بدك بالسلاح المسيحي لتستعمله ضد مين؟ لحظه، انا ما بدي سلاح لالي، انا بدي سلاح يكون منظم للمسيحيه، انا اكيد سلاح ببيته كل واحد عنده فرد. طيب عنده تستعملوه ضد مين؟ ما بدنا نستعمله. يعني هيدي الدبابات والصواريخ والمدافع. استاذ توني نحن اتفاق الطائف ما اعطانا امان ولا ضمان،
بدك ضمان وامان، ما اعطانا. بيقوم الحكيم بيسلم سلاحاته، لازم الحكيم كان ياخذ ضمانات اكثر من هذا كله وياخذ مهله 10 سنين لسلم سلاحاته. تسليم السلاح كان اكبر غلط، اكبر خطا. المفروض ليه برايك سلم السلاح؟ سلم السلاح وعدوه وكذبوا عليه، مثل ما وعدوا غبطه البطريرك وكذبوا عليه. بيوعدوه بشو؟ وعدوه بمليون شغله مثلا، وعدوه انه ما نعمل دوله وبدنا نعمل كذا، لا كلهم كذبوا عليه، الامريكان كذبوا عليه. تعتبره ضحيه اليوم يعني؟ اكيد، اليوم انت ضحكوا عليه، ايه اكيد، غبطه سيدنا البطرك كمان يقول نحن هيك ما اتفقنا هيك بالطائف، ما 100 مره يقولها. ما هو كان يحطوه بكل سيدنا البطرك سفير، يحطوه بكل التفاصيل، يعني ما فيك تسلم رقبتك انت قاعد بين اسرائيل العدوه وسوريا الشقيقه، ولكن سوريا مولجه من امريكا تفوت على لبنان، تجي بتسلم سلاحك بالبلاش، طيب الدرزي بعده مسلح، والسني مسلح، والشيعي مسلح، ليش بدك تسلم سلاحك انت؟ ليش هني ما بسلموا سلاحهم؟ هل ممكن ان نرى لبنان من دون مسيحيين؟ ما بقى يلحقوا، لانه المسلمين بلبنان هن دفعات، يعني هن مقسمين ثلاث اربع اقسام، في اسلام عايش انت وياهم. هل يمكن ان يكون ميشيل عون هو اخر رئيس مسيحي للبنان؟ لا. اختيار اخر. عم نشوف شخصيتين بي، واحدة منهم الله يرحمه والدك، والدي توفى بحادث بسنة 79 صح، كان عمره 56 سنة. 56 اي نعم، كنا صغار. الصورة الثانية هي الوزير الراحل إليح بيئة الشهيد، اللي هو صديقك شهيد وحبيبك. حرام أشكره. إذا كتب لك أن تعيد أحد هالشخصيتين ل 24 ساعة ليوم واحد إلى الحياة، من تعيد وماذا تقول؟ بعيد بي، لأنه ما عشنا معه، ما شفناه. انا ما كان عمري 18 على قد وقت اللي مات بحادث السياره، واخواتي كلهم صغار وبمستشفيات، كانوا معه بالسياره، كانوا معي بالسياره، يعني احنا ما قدرنا، ما شفناه، ما تعرفنا عليه لبينا. وبيي كان من مؤسسي عصبة تكريم شهداء لبنان، ومعروف اديب وخطيب وكل شيء، يعني معروف عنه. الاشقاء اذا بيرجع 24 ساعه على الاشقاء اكيد بده يكلفنا ب 100 قصه. بده يكلفك ال 100 قصه مثلا. الله يرحمه. وبيك اذا رجع ب 24 ساعة كل شيء شو بتقول له؟ ما في منه، والله مشتاق له كثير بيي. بالنتيجة البي غالي كثير، والام يعني البي غالي، ومات قصف، راح يعني راح تيسهر وقصف عمره بلحظة، حادث سيارة، واحد أرعن اخذ شماله ماشي 150، امي واختي واختي وصهري، امي واختي واختي وصهري، ايه. وهو توفى دغري لانه سيارة ما بعرف شو كانت، مش كبيرة بقى. قلت لي بشو كان كلفك الوزير حبايق على بعضه؟ طيب الله يرحمه. بشو مكلفك قبل؟ يعني نحن عم نشتغل معه، كنا هو رئيسنا، هو رئيسنا. قاتل جوزيف؟ لا انا لا، بس بعرفه حقاوي يعني الاشكاء. ايه بس انت قاتل؟ رئيس في حدا ميت بسببك؟ الرئيس كان حقاوي، انا قتلت بجبهات عديده، ما بعرف اذا حدا انصاب انا عم اقوس، بس انا ماني قاصد حدا، ما قتلت حدا. اختيار اخر. البطرك الراعي، البطرك صفير، من تختار؟ الله يرحم غبطة مثلث رحمات البطريرك ما نصر الله بطرس صفير، اكيد كان شخصية مهمة كتير، بس هجمته بشكل شرس. صحيح، يعني ما تركت مناسبة الا ما هجمت فيها البطرك صفير الله يرحمه. والله الفريق اللي انا فيه ركبوا لنا انه بكركي هي الخصم. مين الفريق؟ اللي كنت انا فيه. اللي هو؟ معروفين يعني، طيار وكذا. من وقت ما وقف مع الدكتور جعجع ضد العماد ميشيل عون، انا صرت بهذا الفريق، صرت اسير له، وصرت انا مقتنع انه البطرك صفير اضر بالمسيحيين، اضر بالموارنه، وهو سبب الطائف. لكن هلا بس واحد يصير يتفرج من بعيد بصير بيعرف انه سبب الطائف هم العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع، وهن سبب يعني وصول المسيحيين الى ما وصلنا اليه اليوم. انا بدي استغل مناسبه عبرك، عبر بروجرامك، لاعتذر من الحكيات اللي كانوا يطلعوا مني بحق غبطه ابينا امان نصر الله بطرس صفير. أنا أسأت له في كتير مراحل، وهيدي فعلا بكركي ما
ما بينقال عنا هيك. انا في كذا مره ساعه قال له روح على بيت الراحه، ساعه هاجمه، مع انه انا بس عملت كتاب طلعت قدمت له اياه وكان هو كتير سعيد فيه ومبسوط فيه. طيب من تختار بين البطرك الراعي والبطرك الصفير؟ لا اختار غبطة ابينا البطريرك مرشاره بطرس الراعي. الراعي نعم، لانه اللي عم يمر فيه غبطة الراعي اليوم لم يعني لم تمر به الكنيسه، يعني مر كثير على البطرك الصفير، بس يعني نحن في لبنان اصبحنا ننتظر موقف غبطة البطريرك الراعي وننتظر عزة نهار الاحد، لانه القيادات المسيحيه ملتهيه بالمراكز لم لا تنظر الى مرفأ بيروت والضحايا ولا تنظر الى الشعب اللبناني بشكل عام ولا الشعب المسيحي. ليش مين مجمد اليوم فخامه الرئيس على الرئاسه؟ في اثنين مجمدينه، في حزب الله وفي غبطة البطريرك. من وقف بوجه استقاله فخامه الرئيس عفوا او المطالبه باستقالته هو غبطة ابينا مرشاره بطرس الراعي. خلينا نحكي الامور مثل ما هي. اختيار اخر، اسرائيل تركيا؟ لا تركيا اكيد، رغم كل ما بتقولوا عن تركيا. اكيد اكيد انا ضد الاخوان المسلمين وضد سياسه اردوغان بالمطلق، بس معقول اسرائيل؟ يا استاذ توني شفت هاي الدجاجه اللي اخذوها هيك اليوم الاسرائيليه؟ ما ردوها، هلا في 7 بقرات اخذينهم بينكروا انه موجودين عندهم. شوف لحد وين يعني، ما ردوها هاي الدجاجه جابوا له هن جماعه الحزب والحركه. طيب وليه بتهاجم تركيا دائما؟ بهاجم تركيا، انا ضد الاخوان المسلمين، انا مسيحي، انا بعيش مع المسلم العادي. تركيا دوله علمانيه؟ لا ما علمانيه، دوله اخوان مسلمين. ما قال لهم اردوغان للجيش التركي اللي هو اسسه مصطفى كمال اتاتورك، قال لهم اللي كان جيش علماني قال له انتم جيش محمد. ما عادش فيه منها، يعني هو يسعى الى ان يكون رئيس زعيم الاخوان المسلمين بالعالم. وفعلا اللي القاذورات اللي فاتت على سوريا وهشمت فيها وهشمت بالشعب وخربت الدنيا جاءت من تركيا. وهلا اليوم في لبنان في مجموعات عم تتصرف مثل ما بدها تركيا. نحن تركي كشعب تركي وكبلد تركيا، انا اذا بصر لي بحكي صراحه تركيا اجمل بلد بالعالم. انا بحب تركيا كثير والشعب التركي شعب كثير طيب، لكن اردوغان رجل ذو طباع سيئه وهو يريد ان يؤسلم المنطقه كلها، وانا زلمي مسيحي. طيب يعني يا حني ما بيحكوا كمان عن الايرانيه انه عم بيعملوا الهلال الشيعي وتحويل الدول اللي هي تحت سيطرتهم الى دول تابعه الى ولايه الفقيه والى الجمهوريات الاسلاميه؟ يحك حل بتحبهم وحليفهم وما عندك مشكله مع الاسلام. أنا ليش هون عندك مشكله مع الاسلام انت هون ما عندك مشكله مع الاسلام؟ انا من قال لك اذا ايران بدها تحتلني مثل عم بفكر مثل ما عم بفكر اردوغان انا بقبل؟ مين قال لك انه انا بدي جمد دماغي ويبسو ليفكر عني الايراني بطهران؟ انا ضد هالشغله، لا ما بقبل. هلا مين عم يفكر عنك هون؟ هلا هون ما حدا عم يفكر عني. يعني سياسه لبنان اليوم مربوطه بمين؟ اليوم مربوطه بسياسه يعني مين بيقدر يعمل اي شيء اليوم بلبنان اذا كان الايراني او من يمثله اليوم على الارض اللبنانيه هو منه راضي؟ استاذ توني ليش ما اجى داعش من ايران تاجى من تركيا؟ انا بدي افكر ببقائي كمان. اختيار محرج، الرئيس السوري حافظ الأسد، الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات؟ نعم. مين تختار؟ يعني أنت أنت قتلت ضد الجيش السوري برئاسة الرئيس حافظ الأسد، كنت مقاتل، وأنت قتلت ضد الفلسطينيين اللي كانوا منظمة التحرير بلبنان، يعني مين كان ضرره أكثر على لبنان؟ شوف نحن الموارنة أو المسيحيين بلبنان ما عرفوا يشتغلوا. لو كانوا حلفاء لسوريا الأسد بهيك الأيام كان وضعهم مختلف تماماً كما هو وضع الشيعة اليوم بلبنان. نحن اللي بده يحرر كان ويمرق بجوني، طريق فلسطين تمر أو طريق القدس تمر بجوني وبكفية وبالأشرفية، وكان أبو عمار ياسر عرفات. بالعكس وقت راح الله يرحمه كمان جملات لعند رئيس الحافظ الأسد وقال له خلينا نجتاح المنطقة ونسقطها، وقالوا دولة إسقاط المارونية السياسية من ريفون، رفض الرئيس حافظ الأسد. لا رئيس حافظ الأسد، رئيس حافظ الأسد كان في كتير مواقع مسيحية حافظ عليها أكثر من المسيحيين اليوم، أما واللبنانيين أكثر من اللبنانيين اليوم. بس على الصعيد الوطنجي كان أبو عمار هو رئيس الحركة الوطنجية يومها،
اللي كان فيها من كل الأطياف، ولكن كانت هي هجمة على المناطق المد كانت سوري تسمى مسيحية. سوري ما هجم على المناطق المسيحية؟ بل السوري سهل، لكن وصل مرحلة ضرب فرامات. انت ليش قتل ضد السوري؟ لأنه كان هاجم علينا وعم يقصف سنة 1900 من 75 76 ل 77 و 78 بحرب ال 100 يوم و 79، وبعدين صار في منطقة اسمها المنطقة الشرقية بقيادة الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل، ونحن كنا من هالمنطقة. اختيار آخر. حاكم مصر في لبنان رياض سلامي، اللواء جميل السيد. لا، بختار الحاكم رياض سلامي. حاكم؟ أكيد. رغم ما كل ما يقال هذا أعلام، هذا شو بدك؟ شو أعلام؟ أعلام. قضاء السويسري، القضاء الأوروبي، كله. فلننتظر. فلننتظر ونرى. أنا بعرف يعني هو اللواء جميل السيد هو نائب اليوم بالبرلمان، وأنا بعرفه في معرفة أنا وياه قليلة، يعني 3-4 مرات شايفه بكل حياتي، وبعيده بعيدني على عياده وكل شيء، لكن أنا ما يربطني بحاكم مصر في لبنان دكتور رياض سلامي الكثير من الأمور. غير أنه مسيحي شو بيربطك فيه؟ لا مش قصة مسيحي. بلا لا يعني أنتو يعني متعلقين برياض وبتدافعوا عن رياض سلامي من خلفية مسيحية ومارونية، يعني البطرك خط أحمر على رياض سلامي لأنه مسيحي وماروني. ايه. أنت اليوم منك قابل ولا أي تهمة على رياض سلامي؟ لا قابل مبلغ، لأنه بتعتبره ما أنت قايلها أنه قائد الجيش ورياض سلامي خط أحمر ما حدا يقرب عليهم. أكيد تقلك لا. ليه؟ لأنه نمارني. لا أكثر من هيك، لأنه ضرب القطاع المصرفي يتم عبر ضرب الحاكم مصرف لبنان، وحاكم مصرف لبنان بريء من هذه التهم كلها، والأيام بتبين لك. أما كمان يعني ما في يجي اللواء السيد يعمل شغلته الحاكم مصرف لبنان، هذا رأيه حر فيه، أنا بحترمه، هو نايب عن الشعب، قدم حاله يعني تيروح يشهد بسويسرا. طبعا نحن هلأ عندك بالحلقة هون الأيام جاية، إذا كان الحاكم رياض سلامي مرتكب أنا راح أطلع أول واحد سبه وهجمه، وإذا كان مش مرتكب هل بيعتذروا منه؟ شو بيعملوا ساعتها؟ إذا كان إذا قاموا بسويسرا قالوا أقفلنا التحقيق، الله معكم، ما في أدلة على رياض سلامي. وأنا الأيام جاية بدي الله يسترنا، كنت أنا بقول لك الأيام جاية وبكرة رح يشوفوا بعينهم كل شيء، هن يعني اللي عم يهاجموا الحاكم، ومن بيناتهم اللواء السيد اللي يعني عم يحكي عنه ويسبه للحاكم دائما. ليش عم ليش عم بيهاجموا اللواء والله ما بعرف، والله ما من بعرف. ضمن أي من ضمن أي مخطط، من ضمن أي أي نظرية؟ ما بعرف يمكن اللواء السيد يعني هو كان حاكم لبنان، هو بيعرف انه ماذا لو قرر رياض سلامي ان يتكلم؟ يعني هيدا كثير اليوم عم بيحكوا فيها انه رياض سلامي اذا قرر يروح على سويسرا ويحكي كل شيء بسويسرا ويفضح كل شيء بسويسرا. البعض قال انه ممكن ان يلاقي نفس مصير او سيناريو إلي حبيقة. يعني اول شيء ان يلاقي مصير يعني الشهيد القائد إلي حبيقة، يعني بيكونوا بدهم يسكروا ملف المصاري بلبنان، لأنه المصريات بلبنان انصرفوا على الوزارات، انصرفوا على الحكومات، انصرفوا على الرواتب، انصرفوا على كل شيء، على الكهرباء وعلى الهاتف وعلى التربية وعلى الصحة وعلى الأشغال وعلى الرئاسات الثلاثة وعلى صندوق المهجرين وعلى مجلس الجنوب وعلى الهيئة العليا للإغاثة وعلى مجلس الأنماء والأعمار، صرفوا على كل الوزارات بلبنان، ما في الا مصرف لبنان اعطينا ودين لنا، اخذ مصريات من البنوك اعطاهم للدوله، بتقوم الدوله بكل صرف بتقول انا ما بدي ادفع ديونات وبتعلن افلاسها. شو بدي اعمل رياض سلامه يعني؟ شو في يعمل اكثر من اللي عمله؟ انا عم دافع عنه لانه في صداقه بتربطني فيه، وابنه نحن اولاد منطقه مستفيد وفي قربه صحظه في امان. لا اليوم الكتار بيقولوا انه طب عالي الاعلام ما بيهاجم رياض سلامه لانه معظم الاعلام هو بيقبض او يعني عنده راتب شهري او سنوي او مقدرات ماليه من رياض سلامي. لا سبب ما حدا بيهاجم رياض سلامي. لا انت واحد من هالصحفيين اللي لا كمان عندهم راتب. انا محامي، انا محامي تحت الطاوله. اذا كنت مستشار لا ما عندي تحت الطاوله الحمد لله، انا بدفع كل شيء علنا لضريبه الدخل، ومعروف اذا كان في عندي كونترا مع حيالله واحد معروف قديش هو، معروف قديش بيطلع لي. بقى كلهم ما بيحرزوا يعني ما بيطلعوا حق، ما بيطلعوا اليوم حق كيلو بندوره. انا بعرف انه اللواء السيد كان حاكم البلد ايام السوريين، صحيح؟ كانوا يعملوا التسويات ويروحوا عند رياض سلامي يقولوا له ادفع،
مليون ألف تسوية صارت. اللواء جميل السيد يعني هيلته كثير يعني عم 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 تتراجع من ورا شو؟ من ورا هول المشاكل والتويتر اللي بيعملها مع الناس. هو عنده هاله انا بتمنى يحافظ عليها. ماذا ينتظر جوزيف ابو فاضل بعد الاعلان؟ ابقوا معنا. سؤال محرج بالسياسه، كل حلقه احراج. من عبد الطريق في لبنان الى جهنم؟ في جبران باسيل وفي الرئيس بري. من خدم شعبه اكثر، الرئيس ميشيل عون او الرئيس بشار الاسد؟ البعض بيعتبروك مخبر سوري. موقف محرج، جايب وزراء ما بيعرفوا بشي. يعني هيدي كانت الشراره اللي بطل يستقبلك فيها. مستشارين الحوالي الاغبياء سوف نهدم الدنيا على راسكم. جوزيف ابو فاضل بده يقضي على كل المسلمين. شو؟ نحن ما فينا نعيش مع تكفيريين. انا شايفك ما فيك تعيش مع حدا. اقوى مسيحيا بالشارع المسيحي اليوم دكتور سمير جعجع. جاي بمين قلت هذا الموقف؟ ناطر البلد يهبط يعني او ناطر شو ناطر؟ وزير باسيل مصلحته وشيله من الطريق لرياض سلامي ولجوزيف عون. انت مع التمديد للرئيس عون؟ دخيلك اسحاب هالكلام وشيل القصه من راسك. شو بتقول للرئيس عون؟ روح اقعد بالرابيه بتضلك زعيم الله يرضى عليك. انا ما بحملها. نحييكم ونتابع سؤال محرج مع ضيفي المحامي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جوزيف أبو فاضل، ونصل إلى سؤال محرج بالسياسة. السؤال الأول، أسئلة كتير محرجة بس مش كتير مش... طيب من خدم شعبه أكثر، الرئيس ميشيل عون أو الرئيس بشار الأسد؟ لا الرئيس بشار الأسد. رئيس بشار الأسد خدم شعبه أكثر من رئيس ميشيل عون. بشو خدم شعبه؟ خدم شعبه أول شيء يلي بدهم تركيا راحوا عليها، يلي بدهم يجوا على لبنان مدعومين من بعض الإسلاميين بلبنان ومن بعض العالم اللي ضد الرئيس والدولة السورية يجوا، واللي كانوا مش ماشي حالهم فلوا من سوريا. يعني اللي بده سوريا مثل ما هي هيك بيكون خدم شعبه؟ أكيد، لأنه وقت اليوم إنه كل حدا بيعارضه بالسياسة فل من سوريا هيك بيكون خدم شعبه. يعني عم نشوف غير أنظمة شو عم تعمل، معلش في غير مطالح. بس إنه وين خدم شعبه؟ كيف خدم شعبه؟ عم يموتوا بالحبوسة رؤساء جمهوريات، معلش يعني خلينا نقول القصة مثل ما هي. يعني خلينا نقول بشار الأسد ما في إنكر زعيم، هو زعيم عربي ولا يزال. إيه بس أنا ما عم نحكي كزعامي، عم نحكي كمين خدم شعبه. خدم شعبه دافع عن بلده، هاي بكفي حفظ لهم كرامتهم. على القليل اذا الارض ما قدر قال له بيحتلوا الارض بس مين بينفوتوا على الدوله. طيب ميشيل عون ما خدم شعبه. انت لي اكثر مين اكثر؟ ايه اكثر رئيس الاسد، اكثر رئيس الاسد خدم شعبه. وانا اعني ما اقول. شو علاقتك بسوريا جوزيف؟ علاقتي جيده كثير. شو علاقتك؟ شو طبيعه العلاقه؟ علاقه طيبه مع العصر. يعني البعض بيعتبروك يعني انه مخبر سوري، البعض بيعتبروك بوق سوري. لا ماني لا بوق، البعض بيعتبروك انه عندك معاش ثابت مردود. لا مالي من أبداً. سوريا لا ابدا. انا لا اليوم في شيء مستغرب انه انت مقرب من الرئيس بشير جميل. اكيد وبتحبه للرئيس بشير أكيد. جميل لن يتكرر. واليوم انت مقرب من الخط المعادي الذي يعتبر بشير جميل عميلا وبيعتبره مجرما وبيعتبره انه كان لازم ان يقتل. يعني انت اليوم بتقول انك صديق النظام السوري. صحيح. بتقول يعني صديق النظام السوري يعني صديق الحزب القومي السوري. نعم بس انا بموضوع الشيخ بشير صديق حزب الله. موضوع الشيخ بشير نعم انا ضدهم بالموضوع. انا قلت لهم هي بلغت. ما فيك تجزئ انا في معك بهيدا. انا ضدك بهيدا. انا عم بشغل، انا زلمه زلمه بشغل سياسي. ما في نحن بشر، في واحد بصيب هون بس وبيخطئ هون. عند ما بصيب انا بكون معه، عند ما يخطئ بقول له انت غلطت. بس انا ما في اعمل، ما في اجي حاسب دوله من سوريا او حاسب مثل حزب السوري القومي الاجتماعي. او ما هو في ثلاث فرق يومتها كانوا مكلفه باقتيال الشيخ بشير. 24 تشرين جبهه الشعبيه والحزب السوري القومي الاجتماعي. انت تقول كنت توفقوا فيه القوميه. انت بتقول انك كنت مع الوزير الراحل اكيد إلي حبيقة. اكيد
طيب اليوم إليح بيئة متهم بصبرة وشتيلة. مش أنا ما كنت بصبرة وشتيلة. ما كنت. أنا كنت فوق بالدفن. بس تؤيد هل تؤيد ما حصل بصبرة وشتيلة؟ لا 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 ولو شو أطفال ونسوان وولاد ومدنيين عزل. كيف تكون مع شخص هو متهم بارتكاب كل هذه المجازر؟ لا هو كان راح يحلف يمين قتلوه قبل ما يروح راي على هيكن. الرئيس إليح بيئة راي على هي هو مش هو الإسرائيلي شارون وسعد حداد اللي عملوا المجزرة. بس هي قصة معروفة. هو ألم كان يشارك؟ هو كان أي. هو كان ورايح يشهد بلا هاي من هيك اغتيل اغتيال كبير بالحزمية قدام بيته. كان رايح على بلجيكا مش على لهاي. كان رايح على بلجيكا على المحكمة بلجيكا. ببلجيكا كان رايح بروكسل قبل صحيح. قبل أن يقصر. صح. ولكن قد ما عندنا محاكم صار بلبنان. هو كان وقتها قيل انه كان ممكن رايح يشهد على من طلب منهم او تنفيذ هذه العمليه. الشيخ بشير كان مستشهد ثاني يوم بلشت المجزره. نحن بكفيه بعدنا فوق بيت الشيخ بيير. انا ما اجوا عملوا له ابره للشيخ بيير تيوقف على جريح. انا كنت موجود يعني انا موجود فوق بالبيت. انا ثلاث اربع ايام كنت فوق. ما تعني لي شيء لا صبره ولا شتيله. نحن راح حلمنا كان في حلم بلبنان. اللي صار الموظف يجي الساعه 6 ونص 7 على بيته على شغله. سوري على شغله. الدنيا هيبه وهذا انا اليوم زعلان عليه. بعد ما سؤال محرج في السياسه سننتقل الى موقف محرج. كل حلقه احراج. هو اسمه سؤال محرج البرنامج. لا سؤال محرج بس فيها كثير احراج. يعني اوقات واحد بيقول هذا الموقف اخذته ومش الحال يعني وخلصنا منه. ترجع بتعيشه عن جديد. بنعيشه بالتوضيح. يمكن صح. هلا جوابك ذكي وعفوي. ما لما تحكي فيه وتعطيه التوضيحات بينحل. راح نكون مع اول مقابله. يعني اول سؤال عن مقابله لإلك اجريت مع الاو تي في انتقد فيها الوزير بسير. خلينا نشوفها سوا. انه شو بعد هنا بيقولوا شو بعد بدكم اكثر من هيك يعني الرئيس بريمو. هلا خليني العب دور انا يعني دور المقابل. أنا شو بعد بدكم اكثر من هيك لحتى ما بقى تقولوا انه المسيحيين قاتلين قتل بالبلد. شو بعد بدكم اكثر من هيك؟ عندكم ميشيل عون رئيس الجمهوريه عندكم جبران بيصير ما مش شيء. شو ما عم بنمروا علي للوزير بيصير بقول ما خلونا انا محله بلقط وزاره الطاقه وبعطيهم هي تفضلوا. شو هالفخ هذا؟ ما عادش نخلص منه القصه. نخلص من البواخر نعلق بالفيول بيوقف الفيول نعلق بالمازوت بيوقف المازوت انطروا الباخرة. بتسأل الوزير ما معه خبر بشيء. كيف جاب وزراء ما بيعرفوا بشيء؟ وزيرة المهجرين بتحكي بالتحقيق الجنائي. حكينا بالمهجرين يا ست الست زينة عكر اللي بنقدرها منور وبنحترمها كتير. قضية سلعاتها صوتت ضد سلعاتها. كيف يعني؟ طب شو جايب وزراء؟ شو الوزير راؤول نعمه فشل بالاقتصاد حتى بمقابلته الاخيره ما كانش موفق. ليه؟ قال هو الحكومه ما بتمثله. يا اخي الحكومه حكومتك انت والرئيس بري والوزير فرنجي وحزب الله. يعني انا عم بحكي صراحه بده حدا يصارحه هيك للوزير باسيل. بدك صدمه ايجابيه تعرف شو عم يعمل. هلا انت عم بتصارحه على الهواء اكيد. هل مصارحتك للوزير بسيل عبر قناته عبر قناة الاو تي في هي سبب الإشكال الواقع بينك وبينه هلا؟ يعني هيدي كانت الشرارة اللي بطل يستقبلك فيها وبطل يرد عليك فيها؟ لا قبل كانت في إشكاليات شهرين ثلاثة. أنا كنت بلشت أنه شوف أنه الملف الاقتصادي يلي حمله فخامة الرئيس والوزير بسيل هو عبء ثقيل عليهم وهن يعني مستشارين لحوالين بالاقتصاد مش شاطرين أغبياء. فلذلك لذلك المشكلة انه وصل البلد رح ينفجر بمحل صاروا وهني مسكين ملف الاقتصادي. طيب يا سيدي الحريرية السياسية رئيس بري الأستاذ وليد جملاط الوزير محمد الصفدي الرئيس نجيب مئاتي الرئيس السنيورة رئيس تمام سلام بيت فتوش يعني وزير ميشيل المر هني مسؤولين عن الطائف وعن الملف المالي. ليش انتم بدك تستلموه؟ يعني وحطوا راسهم بالطاقه وما عاد تركوها، 11 سنه الطاقه العالم خسرت بيخسروا شعبيه العالم كرمال الطاقه. وين صارت علاقتك بالوزير بسيل هلا اليوم؟ منيحه في رجع صار اتصال بينك وبينه ولا بعد؟ لا بعد بس في بعده معند ما بده يرد عليك؟ لا مش هيك القصه بالعكس. هل بتعتبر انه الوزير بسيل اساء الى مسيره الرئيس عون والى تاريخه؟ يعني احلام بسيل الرئاسيه
أضرت بميشيل عون وأوصلت به إلى ما وصل إليه اليوم؟ لأنه كان أو سخر طاقاته وإنجازاته. حقه يحلم يعمل رئيس، بس مش بهالسريعة ومش بهالسرعة، مش بهالطريقة ومش بهالسرعة. أنا لو محله بتصرف غير هيك. يعني اليوم أنا مثلا بدي روح عند الرئيس بري، بدي أدفع أنا وياه على التعيينات المالية ونقرب الجلسة تنعملها قبل النهار، لأنه في واحد تاني يوم بيصير عمره بيدخل السن القانونية. طب هذا ميشيل عون يعني قاله عنده تاريخ. يعني أنا قلت على الأو تي في وهلأ عم قولها عند حضرتك. أنت يؤخذ عليك كتير إنك متعصب مسيحيا وتهاجم الإسلام بأكثر من فرصة، منهم هيدا الفيديو اللي راح نشوفه. لا ماني لا مش مهاجم الإسلام، لا أنا بدي حقوقي كمسيحي بلبنان. خلينا نشوف هالفيديو. وانتوا قاعدين بعنجر، هذه ارض لنا، لكن انا اقول للنائب خالد الظاهر من الجزيره ومن قطر، نحن المسيحيين كل هذه البلاد بلادنا، وقد انتوا اخذتوها حد السيف. جميل جدا. ولن تتهنوا فيها لا اليوم ولا بعد 100 سنه. لن تتهنوا فيها. حلو. لانه مسلوب سلب منا. جميل. ولن تتهنوا لا بفلسطين ولا بسوريا ولا بالعراق ولا بلبنان. سوف نهدم الدنيا على راسكم. انتوا المسيحيين، انتوا المسيحيين. نحن اوروبا وامريكا اخر شيء. وبشار الاسد. والسيد حسن نصر الله. بشار الاسد علوي. لا علوي. ما عليك منه. مسيحي؟ علماني. علماني. انا عزاوي بدي احطه مطرح البلد. جميل. ممنوع ماشي. كمان دافع. ماشي. لا. عم بعطيك رايي. يا سلام. حضروا حالكم. حضروا حالكم يا مسلمين. حضروا حالكم يا مسلمين. جوزيف سماحة. جوزيف ابو فاضل. هو وامريكا واوروبا بده يقضي على كل المسلمين ويرجع ياخذ الاراضي. لا ما بده يقضي عليهم. بدي استرد اراضيه. جميل. باسطنبول، هاي اسطنبول كانت الي. شو رح تعمل فيها؟ شو؟ هذه معركة كنت انا واحد. بس معقول هذا الكلام؟ كنت هو عم يدافع عن جبهة النصرة، تبرم صوار. انا بيدافع عن جبهة النصرة. بتحكي انه نحن اوروبا وامريكا اذا كان جبهة النصرة بدنا نستعيد مناطق المسيحيين. يعني استاذوني، اذا كان جبهة النصرة ومن خلفها داعش بدهم يحكموا هن المنطقة اللي فيها اسلام، اكيد بدي اقول هالكلام. هو كان عم يدافع عن منطقة. ندمت عليه هالكلام بعد ما قلته؟ لا ما ندمت. ما ندمت؟ لا ما ندمت. يعني هلا اذا رجعت بمقابلة بترجع بتقول هذا الكلام؟ اذا جبهة النصرة، يعني بسميها جبهة القهرة وداعش. بس انت لم تتكلم عن جبهة النصر، انا عم بقصد تتكلم عن المسلمين. لا لا، المسلمين عم بحكي عن هودي يعني المتطرفين، يعني التكفيريين الارهابيين. يعني حتى مسلم العادي القاسم قال لهم حضروا حالكم يا مسلمين. هلا يعني هو مش حضروا حالكم يا جبهة النصر. هلا هو استاذ فيصل هو بحم، يعني هي مقطعة تقطيع. اذا بتحضر الفيديو كله بتشوفه غير هيك. هو كتير يعني كان يومتها كمان خالد الظاهر قال انه الارمن ما قالوا شيء بعنجر خليفه له النائب السابق وكذا. انا واللي بوجهي هو شخص اسلامي، يعني انا زلمه مسيحي، ليش بدي اكون مع الاخوان المسلمين؟ يعني هذا شيء طبيعي اول شيء. ثاني شيء انا ضد الاخوان المسلمين، يعني انا لو كنت مسلم كنت ضدهم. انا زلمه يعني الى حد ما قريب. اي بس انه انا يعني بعدين طريقه أنا طريقه الطرح اكيد طريقه الطرح. يعني هلا انا عم رد على واحد قاعد بوجهي، بس هو الاستاذ فيصل القاسم لعب زياده. انا ونسيت كمان اذكر له بوتين كمان، يعني كيف كنت بدي اسمي له بوتين، يعني مع امريكا يعني واوروبا مع الرئيس الاسد يعني. ومع سمحت الامين العام سيد حسن نصر الله، لانه ما حدا قتل تكفيريين وقتلهم وبرم عليهم وقتلهم الا هؤلاء الثلاثه، بوتين سيد نصر الله والرئيس الاسد. هؤلاء الثلاثه اللي يبرموا وان في ارهابي تكفيري يقتلوه وطلعوا معهم حق، لانه نحن ما فينا نعيش مع تكفيريين. يعني ما بيسوى. انا شايفك ما فيك تعيش مع حدا. انا لا عايش مع الكل. عندك حساسيه من بالعكس. انا عندي اسلام، عندي اسلام اصحاب اكثر من مسيحيه. سيستوني تعرف حضرتك انه كذا مره شايفني انا وياهم، انا ما عندي مشكله مع حدا. بس انا اجى واحد، اذا بيجي واحد بيقول لي انت ما لك حق تكون هون وهون بدك تكون وهون ما لك حقوق، انا اكيد بدافع عن حقوقي. بس انا زلمه مؤمن صلب ايدي على وجهي وما بروح على الكنيسه. انا ما بداوم على الكنيسه، ما بروح بتناول، ما عندي شيء. يعني انا ماني حافظ القداس، ما بعرف شو بيحكوا بالقداس. عم بحكيك بكل صراحه، انا مش مداوم على الكنائس. او يعني انا مؤمن بربي بينه وبين ربي. تغريده اخرى كمان عملت لك موقف محرج ورجعت اعتذرت عنها فيما بعد. جوزيف ابو فاضل، بعد ان استلم الجيش اللبناني منذ مجزره مرفأ بيروت لبنان وبعد الذي حصل منذ مده واليوم من حرائق، أطالب باستقالة قائد الجيش العماد الحبيب جوزيف عون ورئيس الأركان ومدير المخابرات
العميد طوني منصور وإحالته إلى المحاكمة لينال عقابه، خصوصا أن الأخير قد اختاره الرئيس عون. عملت هيدي التغريدة أخذ الضجة، بعد شوي نزل تغريدة تانية أنا بعدين عم تعتذر عنا. صحيح، وقيل أنه قبل السحسوح وبعد السحسوح. لا أنا معي ما فيها منه. جوزيف أبو فاضل، بعد تغريدة غاضبة ردا على حريق مرفأ بيروت طلبت فيها باستقالة القائد الحبيب عون، كانت ساعة تخلي، وعادة أنا لا أتراجع إلا إذا كنت على خطأ، لذلك أتراجع عنها احتراما للعماد والقيادة والجيش الذي نقدر ونحترم. زلت لسان بلا زلت طباعة سموها. خليها، خلي التغريدة. أنا اعتذرت من قائد الجيش، رجعت أيه؟ مدير المخابرات اعتذرت منه. أنا اعتذرت من قائد الجيش؟ لا لا، وعني عم وقفي. هو لما حكى عن السحسوح إنك لأنك جبت سيرة قائد الجيش. أنا ما حدا بيعمل سحسوح، ماني بيعرفه، ماني بيعرفه أنه أنا بنعمل السحسوح. خلينا نشوف هالفيديو. طيب. الأقوى مسيحيا بالشارع المسيحي اليوم إذا ما ناخد نتيجة دكتور سمير جعجع، الأقوى مسيحيا اليوم بالشارع. كيف لك أن تقول على شاشة أو تي في وأنت المعروف بعصبيتك العونية وبعدائك للقوات، يعني دائما بتهجمهم، كيف لك أن تختار سمير جعجع أنه هو الأقوى بالشارع المسيحي؟ كي بمين قلت هذا الموقف؟ أنا ما بحكي كيات. لا، اول شيء انا على الاو تي في، لانه على الاو تي في. اول شيء انا لمين بدك توصل؟ اول شيء لجبران بيسيل، يعني عم بتقول له عم تتحدي ببيته؟ لا ابدا. لو قالوا لي انا اول شيء بدي اقول شغلي على الاو تي في، بدي وجه تحيه لاداره الاو تي في اللي تركت الكلام مثل ما هو، وبدي وجه تحيه لدموزيل جوال بيونس والاستاذ جورج عقل. انصدمت جوال. ايه شفت جوال انصدمت بجوابك. كانت منتظره كل شيء الا هيك. عبرت. بس انا مثلا لو بيقولوا لي ميلا ومسيحيا مثلا جنرال ميشيل عون او سمير جعجع، اكيد راح اختار جنرال عون لانه اقوى مسيحيا. لكن اليوم العصب المسيحي هو موجود عند القوات. اجاك شيء اعتراضات على رايك اللي قلته بالاو تي في؟ ايه اكيد اجاني. مثل مين؟ اصحابي كثير حكيوني. ايه ايه، ولو كيف مثل ما عمل الجوال نفس الشيء. إيه مستغربين، قلت لهم طب انا هذا رايي. يعني اليوم العصب المسيحي موجود عند بشير وعند جماعة بشير وعند جماعة وعند الكتائب وعند القوات، عند هاي المجموعة أنا هاي قصدته. طيب جبران بيسيل المنادي دائما بحقوق المسيحيين، ما بيمثل هذا العصب، العصب البشيري إذا بدنا نسميه، عند الشارع المسيحي؟ لا لا لا، جبران فخامة الرئيس هو يمثل برأيي أنا العصب المسيحي إذا بدك تحكي بالشارع. ملا الشباب مش رابيين بالتيار، مش عايشين أجواء القوات، مش ما ربيوا مع بشير ورفقات بشير وتلاميذ بشير، تختلف القصة تماما. وعلى كل حال جماعة بشير غير مكرمين بالتيار. وعندك لوم كمان أنت إنه القوات اللبنانية لم تنعي بوسي الأشقر. أكيد لوم كبير، يعني على القيادة. ولو إنه أنت إذا أنت قيامي إنه ولو بيموت بوسي الأشقر القوات اللبنانية ما بتنعي. استوني ولو إذا بوسي أشقر الله يرحمه، إذا مسعود الأشقر الله يرحم موت كل العالم ويرحمه إن شاء الله، إن شاء الله نفسه بالسماء. إذا شخصية مثل مسعود الأشقر من مؤسسي القوات من أركان القوات يلي ما تلاقي عنده عدو واحد، صار في اشتباك بين الله يرحمه القائد إليح بيئة ودكتور سمير جعجع، اشتباك بسلاح ويعني حرب دائرة، ما تدخل مسعود قاعد ببيته، هذا الزلمة من مؤسسي القوات ما بتنعوا مسعود؟ معقولة وصلت لهون لأنه خلاف انتخابي؟ ما اللي نازل ضده إذا الشيخ نديم مش ميل نعاه، إذا فخامة الرئيس ميشيل عون نعاه، الوزير بسيل نعاه. انت اكيد انه منعيوه القوات؟ منعيوه، بس الوزير ملحم رياشي عمل تويت وعمل شو اسمه وعلى الفيسبوك نعاه. جورج عدوان يمكن ما بعرف، جورج عدوان ما بعرف يعني ما مش متاكد صور كمان، بس ما بعرف اذا طلع نعي رسمي عن قياده القوات. لا 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 ما طلع، لا نحن ما شفنا، نحن كنا ناطرين يطلع نعي رسمي ولو اقل شيء. بعدين بعدين ثلاث ارباع اللي نعيوه كانوا ما بدهم اياه، كان عبء عليهم. مسعود كان بده كم صوت بيعمل نايب، ما عطيوه العونيين، ما انتخبوا العونيين، ما انتخبوا، ما انتخبوا، لا ما عطيوه. لا كان في فرق شاسع بين اللي ربحوا من الطيار وبين مسعود. كمان موقف
لن تهدأ الحملة يعني من الفرقة حسب الله بيقولوا أو البدكية، لن تهدأ الحملة على مؤسسة مصرف لبنان ومؤسسة الجيش وعلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. بالأول مين فرقة حسب الله؟ مين بتقصد بفرقة حسب الله؟ اللي عم يهاجموا الحاكم مين؟ واللي عم يهاجموا قائد الجيش مين؟ في كتير عم تشوفهم في وسائل إعلام وفي غير شيء. مين؟ بتوجيه من مين؟ بقرار من مين؟ في عم لك هي اسمة حسب الله فرقة إيه بس حسب مين؟ الله. ما فرقة حسب ما الله إلى 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 رئيس؟ ما بعرف ما لا ما انت جوزيف بتعرف يعني ليش بمطارح بتفوت للاخر بمطارح بتفوت وبترجع؟ لا مش برجع يعني اليوم خلينا نحكي عن قائد الجيش شو اللي حاكم مصرف لبنان. قائد الجيش في حمله منظمه واضحه عليه، مين وراها وشو اهدافها؟ قائد الجيش لانه العماد جوزيف عون شخصيه صامده بالوزاره، صامد بالجيش على الرغم من تسكير حنفية المصاري عليه لا يزال عم بيقوم بالمهمات. قائد الجيش جوزيف عون اللي بيعتبروه انه أمريكاني لانه مجبور الجيش، بس يجي قائد الجيش مجبور ينسق مع الأمريكان لانه من يعطي التوجيهات بالقواص على قيادة الجيش وعلى قائد الجيش؟ يعني اليوم مثلا نحن كمواطنين كلبنانيين بنعتبر انه ما بقى عنا خلاص الا هالمؤسسه، هالمؤسسه الوحيده اللي بعدها فيها تحميك كمواطن. اليوم عم بيطلقوا عليه يعني اوكي مصرف لبنان بنعرف انه في خلفيات معينه نفس الخلفيات ايه بس نفس قائد الخلفيات الجيش تحديدا نفس مين؟ الخلفيات مين ذات الخلفيه ما بدي اسمي مين ليه؟ ذات الخلفيه يلي ما بدهم رئيس اول شيء بيعتبروا العماد جوزيف عون رئيس يعني يمثل المؤسسة، وما بقى بدهم تجربة تيجي واحد من الجيش خلص ما بقى بدهم. طيب مين هو؟ كل النواب اللي عم يشتغلوا بالميل الثاني يعني فريق الوزير جبران باسيل. جبران باسيل هو قادر يقوص على قيادة الجيش وعلى حاكم مصرف لبنان؟ للحقيقة ايه هو مصلحته يشيلهم من الطريق لرياض سلامي ولجوزيف عون مصلحته. ليش بدي اقول لا؟ يعني اذا بدي اقول لك لا جبران باسيل بده اياهم يعملوا رؤساء جمهوريات بكون هو مش عم يشتغل سياسي وانا بكون عم بكذب. له مصلحه الوزير باسيل وحلفائه ما بعرف مين اي حزب اي حركه اي عم اقول لك يعني الشاطر بيفهم اي حزب واي حركه. طيب شو في حزب فيه؟ واحد وفي حركه وحده بالبلد في حلفائه لجبران باسيل. اذا حزب الله بيعلن علن حزب الله ما اكيد حزب الله بده هو ينقي يعني قال سمعت السيد قبل انه انا بدي ميشيل عون بقي ميشيل عون هلا سمعت طيب اليوم يحكى بالتمديد لميشيل عون الى صديقنا ماريو عون قال هلا هو اول ما طلع معقول اليوم نحن عم نحكي بتجديد اول ما انتخب فخامه الرئيس سالناه شو بدك تعمل قال هلا روح اشتغلوا على التمديد جاي تسالوني شو بدي اعمل هو الى مزحه ما بعرف اذا كان عم اقول لك معلومات يعني ما بعرف اذا كان الوزير ماريو عون بعده او النائب دكتور ماريو عون صديقنا بعده اخذها هذيك الكلمه من يومتها يعني بس هو هلا الله يعطيه طول العمر ويقدر الله يمرق على سنتين على رواق. انت مع التمديد للرئيس عون؟ لا ابدا ملاك ما نحن الخلافات كبيره بالبلد. انت مع ان يستقيل عماد عون اذا مش قادر يكمل او إذا صحياً مش قادر يكمل أكيد لا سياسياً سياسياً لا ما أنا ضد سيادة رئيس الجمهورية أنا ضدها بالمطلق خاصة ميشيل عون ما بقبل. خلينا نشوف موقف بعد. تطوير النظام هو من خلال الدستور ومش بالقفز فوقه ونحن قلنا قبل أنه الطائف فرض علينا بالقوة ولكن نحن ما منقبل تطويره إلا بالتفاهم. ببساطة نحن مش قادرين نكمل مع بعضنا هيك. انت هون بتقول اذا قبل الرئيس عون بمشروع جبران باسيل بتطوير النظام بما يلمح له الوزير باسيل انا ادعوه الى الاستقاله. هقول لك ليش. اول شيء نحن المسيحيين وضع ضعيف، نحن كان عندنا وضع قوي
الخلافات اللي حصلت من 30 سنة جابتنا الطائف ضعفتنا، أصبحنا أصبح حتى معنا وضع. اليوم وصلنا لمرحلة رضينا بالطائف عمضت تنمشي حالنا، نوصل نطرح اليوم نعمل نظام جديد، هذا بيقول لك متالتي، هذا بيقول لك بدي أعمل نائب رئيس، هذا بدي أعمل حاكم، هذا بدي أعمل قائد، هذا كذا. أنت عم تفتح باب على حالك مش عارف وينك رايح. أنا بالوضع المسيحي اللي أنا فيه، طب إذا طلع لي 40 نائب مسيحي أنا و40 سني و40 شيعي وما بعرف وين بدي أحطه، وين بحط الروم والأرثوذكس، وين بحط الكاثوليك، الأرمن وين بيكونوا، الكلديان، السريان، اللاتين، كلهم سوا الأقليات وين بيكونوا؟ أنا بيجي بزرب حالي بفتح باب على حالي أنا ماني قده؟ إذا هيك بدها تكون القصة أكيد 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 100% أنا ضده. أكيد أنا مع يعني إذا ما قدروا تفاهموا مع الحريري بنروح نغير الدستور؟ شو خاصنا نحن ندفع الثمن مجددا للمواطنة بحرب عبثية ثانية نرجع المسيحية يدفعوا الثمن؟ ما فينا، لا السني رح يتنازل ولا المسيحي، والمسيح رح ياخذوا منه، رح يزيدوا رح ياخذوا منه. شو بيكون طلع لي أنا؟ أنا بناشد الوزير جبران باسيل بكل محبة عم أقول له هلا دخيلك اسحب هالكلام وشيل القصة من راسك، الله يرضى عليك. طيب ليش طرح هذا المشروع الوزير باسيل؟ ما بعرف خلفيه، ما بعرف برأيك؟ ما والله ما بعرف، أنا ما عم شوفه، بس هيدي موضوع خطير جدا. روحوا طبقوا الدستور، اعملوا صلحة مع بيت الحريري واعملوا حكومة، اعملوا شو مكان الصفلو، اعملوا البدكون ياه، نحن قاعدين ببيتنا، نحن شعب عم نتلقى ضربات كمان بعد. أنا بديش طالب بحقي كمسيحي؟ ما هي اليوم لك الإقفال اللي عم بيصير، الإقفال اللي عم بيصير اليوم إقفال التام بالنسبة للكورونا. بتلاقي بصيدا بيتظاهروا، بالطريق الجديدة بيتظاهروا، عكورنيش المزرعة بيتظاهروا، وين بدك عند إخواننا بالضاحي بينزلوا عليهم، حتى الحزب بينزل عليهم والحركة وكل العالم بيتظاهروا، بصبرا بينزلوا بعالم علنا، بنروح على طرابلس نفس الشيء، على صيدا نفس الشيء، على شتورة، على سعد نايل، على طالبية، على كل المنطقة. شفت لك شي محل بالمنطقة اللي احنا فيها المسيحية الخسرانين الحرب فتح محله واحد استرجع حدا خلف؟ مش معقولة، عم نطرح نحن عم ننتحر. يعني أنا بناشده لجبران باسيل بقول له الله يرضى عليك يا جبران يا حبيب قلبي، هيدي شيلها من راسك وما بدنا نعمل لا شو ننفذوا الطائف. يعني نحن مش شغلتنا نحافظ على الكراسي، بدنا نعيش العالم قبل. بدك تخلق حكومة، الحكومة لشو؟ حكومة بخدمة الناس، الحكومة بتجي تتعمل خدمات لتعالم تعيش. بالنا هلأ كيف نحن مشاكل الحريري ومشاكل فلان وعلان مع الحريري؟ ما كله عملية مشاكل عم تصير بنكيات والبلد عم بيروح من إيدنا ما في شيء. إذا بده يمشي هيك الوزير باسيل بيكون عم بيسيء، بيكون عم بيدهورنا على الآخر، لأنه بس تفوت تفتح هذا الجرح ما بتعرف شو رح تلاقي جوا. مش مضطرين تفوت، هيدي خسارة كبيرة. يعني مش معقولة يطلع آخر شيء بكل هالزعامات الموجودة المسيحية يطلعوا العالم ناطرين عزة البطرك نهار الأحد بطرك الراعي. أكيد إذا بنفوت بمؤتمر تأسيسي أنا كمسيحي أكيد بأنه فلو، أكيد. لمين بتقول أبو فلو؟ لكل الطقم المسيحي فلو كلكم. ما بقى عنا انتليجنسيا مسيحية، كل واحد قاعد بحضن واحد، عيب. إذا بيعرفوا كلمة عيب بيعرفوا شو عم بحكي. ما بيصير بقى، ما حدا سألان عن الناس بيقولك ليش عم نخسر المسيحية؟ لأنه أنتم مدبحين بعضكم. بدك تروحوا على مؤتمر تأسيسي كمان وتعدلوا الدستور فيك تفتح الجرح؟ عم بيغلط الوزير باسيل غلطة كبيرة، هاي غلطة لا تغتفر. ممكن هي الوسيلة توصلوا للرئيس، وإذا وصلته للرئيس ما في شيء تحت منه. ما الكرسي بدك تقعد عليها بدك تكون فيها لايق، بدك تقدر تقعد عليها تحملك. شو فيها الرئيس بعد؟ ليش شو فيها الرئيس؟ مثل وزارة الأشغال فيهاش مصاري، هلا كلهم مش بدهم وزارة الأشغال. شو بتقول للرئيس هون؟ بقول له فخامة الرئيس إذا بده أيامك يصير في مؤتمر تأسيسي ويروحوا حقوق المسيحيين ما تكفي. روح اقعد بالرابية بتضلك زعيم وبنضل نزورك وبنحبك قد الدنيا. الله يرضى عليك. أنا ما بحملها. بيطلع مني كلام غير شيء. أنا عم بحكيه بكل محبة. ما بدك الحريري؟ أوكي الصفل منك لإله. بلغوا سيدنا البطرك إنه ما بدون الحريري. وقالوا علنا، قلت أنا. خلص ما بدون الحريري. يروحوا بكرة بس
هيدي لها تبعات سياسية، انه بحال استقال الحريري وطار الدولار والازمات، طب مين بيحملها؟ بده حملوها للرئيس عون. جوزيف ابو فضل انا بدي اتشكرك، شكرا لحضورك، شكرا لكم المشاهدين على حسن المتابعه، الى اللقاء في حلقه جديده دائما عبر صوت بيروت انترناشونال وعبر بيروت سيتي وقناه LBCI.